وإلى أخبار المحترفين والبداية مع النجم محمد صلاح، حيث أكد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني أن علاقته مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد ومدربه السابق في تشيلسي طبيعية، لا سيما وأن الأخير لم يمنحه فرصا كثيرة للمشاركة مع الكوز. وقال صلاح: لقد تحدثت مع مورينيو حينما عدت إلى تشيلسي بعد انتهاء إعارتي في فيورنتينا، ولقد تحدثنا أيضا بعد نهاية مباراة مانشستر يونايتد وليفربول هذا الموسم على ملعب أنفيلد والتي انتهت بالتعادل السلبي. وأضاف: لدي علاقة جيدة مع مورينيو، صحيح أننا لا نتحدث كثيرا مع بعضنا البعض، ولكن العلاقة طيبة بيننا. وما زلنا مع صلاح، حيث علق على تغريدة زميله محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي على حسابه الشخصي على موقع تويتر بطريقة ساخرة، وغرد النني قائلا: سعيد جدا بتواجدي ضمن قائمة أفضل لاعب لشهر يناير، وهذا نتيجة عمل ومجهود كبير خلال الفترة الأخيرة، وأسعى دائما للتطور من أجل فريقي والمشجعين. ورد عليه صلاح ساخرا: طب ما تقول صوتوا لي من غير اللف ده كله، واحنا مصريين وبنفهمها بسرعه. ليرد عليه النني قائلا: ما شفتش اسمك في اللي صوتوا. وفي السعودية والبداية من نادي الاتفاق، حيث أعرب أحمد الشيخ لاعب الأهلي المعار للاتفاق في فترة الانتقالات الشتوية أن الجميع ساعده على التأقلم بسرعة في النادي، وأن استقباله كان حافلا وجعله يتألق منذ الظهور الأول. وقال الشيخ خلال تصريحات للتلفزيون السعودي: الوضع يختلف كثيرا عندما أشارك أساسيا، والنادي الأهلي به لاعبين كبار جدا، وهذا ما جعلني أرجح فكرة قبول الإعارة. وأضاف: أجد دعما بشكل غير طبيعي من الجميع، ولا سيما من الجمهور السعودي، كذلك الجالية المصرية بالسعودية. وفي التعاون السعودي، اقترب مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق والمعار لصفوف التعاون من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مشاركته في مباراة فريقه وضمك ضمن منافسات دور 32 في بطولة كأس خدم الحرمين في يناير الماضي. وذكرت الصحف السعودية أن فتحي شارك في التدريبات الجماعية للفريق وأظهر الجاهزية الكاملة للمشاركة في المباريات، ويستعد التعاون الذي يضم أيضا الثنائي المصري عصام الحضري وعماد متعب لمواجهة أحد بعد غد الجمعة ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري السعودي. أكد حسين الشحات لاعب نادي العين الإماراتي والمعار من مصر المقصة تلقيه مكالمة من اتحاد الكرة المصري لإبلاغه بالانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني في سويسرا خلال شهر مارس المقبل. وأكد اللاعب أن الانضمام لمنتخب مصر حلم كبير، خاصة وأن المنتخب مقبل على المشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، وتمنى اللاعب أن يحظى بثقة الجهاز الفني للمشاركة في تحقيق طموحات كل المصريين في المونديال. والآن فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية، ابقوا معنا.